هل تعلم الموسوعة الثقافية المرئية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة هل تعلم الثقافية. انفراد كما عودنا مشاهدي القناة، هنقدم لحضراتكم من داخل أحد فروع مطعم كنتاكي الطريقة الأساسية اللي بيقدروا يعملوا بيها الخلطة السحرية، زي ما الشركة بتدعي أو سلسلة المحلات كنتاكي بتدعي إن هي خلطة سرية جدا. هندخل جوه وهنتعرف إزاي بيتم عمل تلك الدجاج بتلك الطريقة قبل ما تقدم لحضراتكم. كتير مشاهدينا يستغربوا ازاي بدأنا المقطع من النقطة دي. احنا بدأنا من النقطة دي لان تحضير الخلطة نفسها ده شيء مرفوض جدا بالنسبة لأي فرع من فروع كنتاكي تصويره لأي جهة او هيئة خارجية، وفعلا ما قدرناش ان احنا نحصل غير على تصوير من النقطة اللي بدأ منها الفيديو. ان شاء الله في انفراد ثاني للقناة هنقدم لحضراتكم الطريقة بالتفصيل والمكونات بالتفصيل، ولكن ليس من داخل احد فروع كنتاكي لان ده محظور طبعا على جميع الفروع، وانما ان شاء الله هنقدم لحضراتكم الطريقه فعلا اللي بتتعمل بيها جوه تلك الصرح العظيم. تابعونا ان شاء الله في حلقه مكمله لتلك الحلقه، وان شاء الله هتعجب حضراتكم، واتمنى اكون قدمت لحضراتكم فكره او معلومه تفيدكم دايما. شكرا لحضراتكم وارجو المتابعه.